السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: انهيار التعليم في العراق، الأسباب والنتائج. قبل الدخول في تفاصيل هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، نود وتنويها هنا إلى أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. نكرر: 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. تعرض التعليم في العراق إلى انتكاسات كثيرة بعد الاحتلال الأمريكي للبلاد في عام 2003، وكان الدور الأكبر لحكومات ما بعد الاحتلال في إبعاد العراق عن المراتب المتقدمة في العلم والمعرفة، إلى أن وصل به الحال الآن متذيلا للتصنيفات العالمية من جودة التعليم أو المستوى العلمي أو حتى تصنيف الجامعات على مستوى العالم، حيث نشرت جامعة جياو تينغ في شانغهاي تصنيفا لأفضل 1000 جامعة في العالم عام 2020، وخلا التصنيف من أي جامعة عراقية. كما وقد أظهر تصنيف جودة التعليم في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس غياب العراق عن قائمة الدول التي كانت ضمن التصنيف، مما يدل على المستوى السيء الذي جعل العراق لا يرتقي لتذيل التصنيف على أقل تقدير. مشاهدينا الكرام، ننتظر مشاركاتكم عبر أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم لإجابتنا على تساؤلاتنا، وعلى رأسها: لماذا وصل الحال في التعليم العالي في العراق بشكل خاص والتعليم عامة في العراق إلى هذا المستوى المتدني؟ هذه الأسئلة نطرحها مشاهدينا الكرام لحضراتكم للإجابة عليها ومعرفة من المسبب لانهيار التعليم في العراق. لماذا يراد للتعليم في العراق أن يصل إلى هذه المستويات المتدنية؟ لماذا يراد لأجيال أن تخرج في العراق وهي تعتبر أو تصنف من أنصاف المتعلمين؟ وغيرها من هذه الأسئلة التي سنطرحها إن شاء الله أثناء هذه الحلقة. طبعا مشاهدينا الكرام، إذن الآن يعني الواقع التعليمي في العراق هو واقع منهار كما قلنا، ونتساءل عن الأسباب التي جعلت المستوى العلمي في العراق أو مستوى التعليم في العراق إلى هذه المستويات المتدنية، وصوله إلى هذه المستويات. من الذي يتحمل هذه المسؤولية؟ من الذي يريد للطالب العراقي أن يكون طالب أمي جاهل لا يفقه شيء؟ لماذا يراد تدمير القطاع التعليمي في العراق؟ ولمصلحة من تتم أو تنفذ هذه الاستراتيجية المتبعة الآن منذ 2003 ولغاية هذه اللحظة؟ طبعا مشاهدينا، صحيفة البصائر في تقرير مفصل لها خرجت بتقرير حول واقع التعليم الجامعي في العراق منذ 2003 ولغاية اليوم. ذكر التقرير أن الجامعات تقبل أعدادا كبيرة من الطلبة خارج طاقتها الاستيعابية. يعني سياسة التخطيط، هنا نتحدث عن سياسة التخطيط الغائبة عن الجامعات العراقية، وبالتالي نرى
استقبال أعداد كبيرة من الطلبة في أقسام لا تستوعب أو في جامعات لا تستوعب أقسامها إلا عددا معينا، ويضاف إلى هذا العدد الضعف، وبالتالي يخرج أو يكون هناك ضغط كبير على الجامعة وعلى الطلبة كذلك في المواكبة مع المواد التي تطرح في الجامعة، المواد التدريسية. الآن العراق خارج، بالنسبة للجامعات العراقية هي خارج تصنيف ألف جامعة على مستوى العالم، هو خارج التصنيف العربي، هو خارج التصنيف العالمي، وكذلك هو خارج تصنيف جودة التعليم. ما الذي قدمته حكومات مبادئ الاحتلال للتعليم في العراق؟ وأين الأموال التي قيل أنها أنفقت على قطاع التعليم؟ لماذا لا نراها الآن موجودة مستثمرة في جامعات وفي مدارس؟ ولماذا لا نرى ارتقاء في مستوى التعليم العراقي؟ كيف وصل العراق من تبوئه في المراتب الأولى على المستوى العربي وعلى مستوى العالم في العلم والمعرفة والثقافة إلى هذه المستويات المتدنية الآن؟ معنا السيد أبو مصطفى من الموصل، تفضلي أبو مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. بارك الله فيك استاذ محمد. بالنسبه للتعليم، نعم، هو احدى اهداف الاستعمار مغازانه لماده التعليم في العراق وفي البلاد العربيه كلها على الاطلاق. نعم. نعلم جيد وهناك تون للعمليه التربويه. يعني للاسف الشديد فتحوا مدارس هاي الكليات المفتوحه للتلاميذ اللي ما يستحقون هذه الكليات لإمادة العلم وخاصة الطب، مجال الطبي. نعم. يعني بعد 15 سنة أو 20 سنة سوف ينشأ هناك أطباء فاشلين بالعراق حدث ولا حرج، لأنه غير كفؤين درجات الخارج وغير خارج. وبالعراق في سبيلها منهم اللي سواها ذول المجرمين الخونة اللي تمكنوا من العراق و بدأوا يفتحون هاي الكليات بفلوس، طبعا فلوس باهظة. ليش استهداف يعني التعليم يا أبو مصطفى برأيك؟ ليش استهداف التعليم؟ استهداف نعم هو يعني مادة العلم في العراق وفي البلاد العربية والإسلامية عامة، لكن للأسف أبو مصطفى في البلاد العربية، إذا نتكلم عن البلاد العربية، جامعات عربية رصينة ومرموقة تتصدر قوائم في على مستوى العالم، لديها مراتب متقدمة. العلم في الدول العربية لا موجود، جامعات عربية موجودة محيطة بنا، مراكز متقدمة، جودة التعليم فيها عالية. احنا بالعراق الوضع يختلف تماما. فعلا العراق لأنه محتل، بلد محتل مستهدف. أضاعونا وأضاعوا البلد يكملوا تعليم وغير تعليم. اليوم أصبح إحنا عندنا في الموصل من تنظر للكلية كان يعني شبه العسكرية قبل. نعم. يعني الأستاذ الجامعي ما كان يساوي أبدا، هسا الأستاذ الجامعي خاف من شرطي يدخل له على بدون احترام جامعي. أي عسكري أي واحد يدخل عليه يعني يهينه ولا كأي شيء صاير. فهنا بدأت العملية التربوية تضعل شيئا فشيء. اليوم التعليم بالعراق منهك متعب، والكفؤين ما لهم قيمة ولا يعطوهم مجال في سبيل يدمرون البلد. فهذه مستهدفة احنا كلنا نعرفها. اما بلاد العربية تقول لي استاذ محمد يعني من تجي على الامكانيات اللي موجودة لو بالعراق وبمصر، نعم مصر، نعم مصر كفاءة موجودة، لكن الدول المتمكنة وينهم؟ وين يعني علمهم وشغلاتهم؟ ما لحد الان يعني من للاسف الامكانيه اللي موجوده لو بالعراق، وانتم تعلموا وتعرفون العراق قد ايه اساتذه في الحكومه السابقه، كلها شلون نقول انتاج الحكومات السابقه ما قبل 2003، يعني اساتذه كبار العالم كله اشاد بهم. نعم. من اطيب الى ذره الى 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 اخره. يعني من تجي هسه حاليا كلها ماتت وعندنا كفاءه، لكن للاسف الطالب المجتهد يدمروه. بسبيل ايش؟ بسبيل ضياع العلم بالعراق. نعم. اي نعم. انا اشكرك يا سيد ابو مستهدفين. نعم. وضحت الفكره. شكرا جزيلا سيد ابو مصطفى من الموصل. الاستهداف طبعا استهداف الكفاءات العراقيه هي نقطه مهمه ايضا من النقاط التي اثرت على جوده التعليم في العراق، اثرت على المستوى العلمي في العراق. كفاءات عراقية كثيرة تركت البلد خوفا على حياتها، خوفا على بقائها، على عوائلها، والآن نراهم في دول العالم يتبوؤون مناصب عليا مستثمرة كفاءاتهم وإمكانياتهم وخبراتهم، على عكس العراق الذي الآن نرى بأنه فعلا
بات ينتج أنصاف المتعلمين على المستوى الجامعي وعلى المستوى العلمي بشكل عام في العراق الآن بسبب طبعا سيطرة الأحزاب. يقول أحد الأساتذة الجامعيين، وحقيقة يعني أبقينا اسمه، تحفظنا على ذكر اسمه خوفا على وجوده حقيقة في العراق لأنه هو موجود الآن، يقول بأن الأحزاب مارست ضغوطات على رؤساء الجامعات في العراق للسيطرة عليها. لماذا تسعى الأحزاب للسيطرة على الجامعات العراقية؟ ما الهدف من وراء سيطرة الأحزاب أو فرض الأحزاب ضغوطات على رؤساء الجامعات في العراق؟ ما الذي تسعى إليه الأحزاب في العراق من استهداف رؤساء الجامعات أو السيطرة على جامعات بعينها؟ طبعا مشاهدينا الكرام، الحديث طبعا يطول بالنسبة لموضوع المستوى التعليمي في العراق وانهياره على المستوى الجامعي وكذلك على المستوى الابتدائي والمتوسط والإعدادي في العراق الآن، خاصة في ظل الأزمة التي نشهدها. يعني هناك الآن ونحن نتحدث هناك مطالبات بالنسبة للصفوف المنتهية أو المراحل المنتهية بالنسبة للإعدادي في العراق، مطالبة ب يعني تسهيلات من قبل السلطة ل موضوع المعدل التراكمي ويكون هو معدل اختياري. ما تسعى إليه السلطة الآن هو موضوع إجبار الطالب على الذهاب إلى القاعات الامتحانية لأداء الامتحانات، وبالنسبة له هذا موضوع خطر للغاية طبعا بالنسبة لأهله كذلك. الوضع الآن في العراق وضع خطير جدا، العراق الآن وصل إلى المرحلة إلى المستوى السادس، يعني الآن هو في التصنيف السادس على مستوى العالم من حيث الإصابات، وبالتالي طبعا بفيروس كورونا، وبالتالي الموضوع خطر للغاية. لا توجد مراعاة للطالب العراقي، لا توجد مراعاة لأنه العراق الآن يحتوي على عدد أيام كبيرة جدا من الأجازات في السنة الواحدة، تصدر هو دول العالم في عدد الإجازات الممنوحة من الدولة للمواطن، وبالتالي هذا كله يؤثر على مستوى التعليم في العراق، على مواكبة الطالب للدراسة، على مواكبة الطالب لما يحدث حوله من عالم حول العالم من تطور في المناهج الدراسية. كل هذا غائب عن سياسة الدولة، عن نهج وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي. طيب مشاهدينا، نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة رافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نستمر بحديثنا اليوم عن واقع التعليم المتدني في العراق، انهيار التعليم في العراق، الأسباب والنتائج، ما الآثار السلبية التي يعكسها التعليم في العراق على الطالب العراقي وعلى الدولة ككل، لماذا يتم تجاهل التعليم في العراق إن كان بالنسبة للجامعات العراقية أو بالنسبة لما دون ذلك طبعا من مراحل تعليمية، لماذا يستهدف الطالب العراقي في علمه؟ لماذا يراد الطالب العراقي أن يكون جاهل؟ لماذا يراد للفرد العراقي بشكل عام أن يكون جاهلا متخلفا عن الآخرين المحيطين به؟ يعني نرى بصراحة لما تحدث السيد أبو مصطفى من الموصل ذكر الدول العربية، يعني قد نخالفه الرأي بهذا الطرح، لأنه حقيقة الدول العربية فيها جامعات الآن متصدرة المنطقة وكذلك متقدمة في مراحل كبيرة على العراق طبعا،
كذلك حتى وصلت بتصنيفاتها إلى عشرات بداية عشرات الجامعات العالمية. يعني لدينا بصراحة بالمملكة العربية السعودية هي متصدرة لمستوى الجامعات العربية على مستوى المنطقة العربية. كذلك مصر لدينا فيها جامعات رصينة ومرموقة، وتخرج للدولة كثير من الخبرات ومن الكفاءات. ماذا عن الجامعات العراقية؟ الآن هي خارج تصنيف 1000 جامعة على مستوى العالم، وعندما نقول 1000 جامعة هذا ليس رقما قليلا، إنه رقم كبير جدا حقيقة من الجامعات. ومع هذا لم يرتقي العراق بجامعاته كالجامعة المستنصرية وغيرها من الجامعات التراثية القديمة العريقة التي لها أصول ولها تاريخ، أن تصل الآن إلى خروجها من قوائم تصنيفات الجامعات على مستوى العالم. بل العراق بجودته أو بجودة تعليمه الآن خارج تصنيف جودة التعليم العالمية. من الذي أوصل العراق إلى هذه النقطة؟ ولماذا يراد للعراق أن يكون متذيلاً يخرج مجموعة من الطلبة من أنصاف المتعلمين من الجهلة من الأميين؟ لماذا يراد له هذا تحديداً؟ السيد أبو طه من بغداد، تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. تحية خاصة لك ولقناة الرافدين، ونهنيكم هذا اليوم العظيم. نعم. سنة الهجرية. نعم، كل عام وأنتم بألف خير. الله يحفظك أستاذ محمد. بالنسبة للتعليم بالعراق، نعم، طريقة مدروسة من قبل الحكومات المتعاقبة. زين، بأن هم يريدون يذلون الطالب العراقي. نعم. الشاب العراقي. ليش يذلوه يعني؟ ليش؟ هاي شغلة مقصودة من دول الجوار. وبالأخص إيران، يعني تريد الشاب العراقي بدون تعليم، بدون فكر، ملتهي بشغله، يدور على شغل ماكو. زين، هم هيدرون إحنا عندنا كفاءات بالعراق. زين، يعني الدول الأوروبية نادر ما عاد هيك كفاءات. بس هاكم بدتها شنو مدارس سنين واحد سنة 2020 مدارس من طين. نعم. رحلات ماكو. زين. نعم. هم دا يتقصدون ان يدمرون التعليم بالعراق على بكرة ابي. يعني الاستفادة اللي ترجع للجهات اللي تسعى الى تدمير التعليم بالعراق، شنو اللي يريدوه بالضبط؟ انه يخلون الطالب الان يعيش كما تفضلت، عايش بمشاكل، يدور على شغل ماكو، مستوى تعليمي متدني. ليش يريدون ادخال الطالب العراقي بهذه الدوامه من المشاكل من الازمات؟ مو هم يريدون يسوون بالطالب العراقي هيك، حتى اول شيء ما ياخذ شهاده ويتفوق عليهم، بان هم ثلاث ارباعهم ما عندهم شهادات. نعم. زين، ذاك من ذاك اللي عنده شهاده اعداديه. نعم. هاي إلا كانت إعدادية صحيحة غير مزورة، فما يريدون هو يصير أعلى من عندهم. طيب ليش يعني ألا يعتبر إيجاد بيئة من الجهلة؟ طبعا والجهلة هي ليست شتيمة حتى يفهم البعض، هي توصيف لمن يعني ليس لديه مستوى علمي معين. أنا أقصد هنا الأميين مثلا، أو من لديه مثلا الدراسة الابتدائية أو غيرها وانشغل بالحياة بالذهاب إلى عمل أو غيرها. ألا يراد من هذه الفئة المجتمعية من الطلبة الذين لم يحصلوا على تعليم أن يكون من السهل التحكم بعقولهم، من السهل أن يقادوا إلى ساحات القتال، أن يحملوا سلاح، أن ينخرطوا في الميليشيات، أو يذهبوا إلى عصابات مثل المخدرات وغيرها؟ هل كان الهدف من يحكمون العراق أن يوصلوا الشاب العراقي إلى هذا المستوى الأخلاقي أو هذا المستوى الفكري الضعيف، أنه يقاد بسهولة من أي مجموعة من الميليشيات أو من أي مجموعة من المعممين على سبيل المثال؟ هو هذا القصد أستاذ محمد. هذا الطالب العراقي، نعم، تخرج بقى قاعد بالبيت، تعيينات ماكو. نعم. زين، أي واحد اللي يجي ينطيه بالشهر 4 أوراق على سبيل المثال. نعم. ويقول له أمشي وياي، نسوي كذا نسوي كذا نسوي كذا. نعم. زين، يروح على الشخص بأنه ما عنده، نعم، تعيين ماكو. زين،
وظائف ماكو، شغل ماكو، حتى يلزمون هذا الطالب دبوه بالسجن زين وتخلصوا من عده، وغيره 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 وغيره. هم جايين القضاء على هاي الطبقة بأكملها. برأيك يا أبو طه استهداف التعليم بالعراق هو أساس تدمير أي بلد؟ هو أي بلد إذا ما بيه تعليم زين اعتبره بلد منتهي. ألمانيا بعظمته والعظمة لله من سأل هتلر قالوا شوفوا لهم وزارة يعني رشت لو من رشت، قالوا لأي وزارة؟ قالوا الداخلية والتعليم. قالوا له وزارتين رشت، قال ألمانيا سقطت وزارتين. طيب زين كيف احنا كل الوزارات كل الرئاسات الثلاثة كل أبسط موظف ما يحاتي كلام ما تخلي له المقسوم بين الفايل. يعني الشاب العراقي دايخ بأمره دايخ بأمره. يعني لما ينمو الطفل العراقي اللي هو الطفل اللي اجى من 2003 إلى غاية اليوم عمره 17 سنة وعى على نظام مثل ما تفضلت الرشوة والمحسوبية والوساطات والانتماءات هي اللي تسير وهي اللي تمشي الأمور بالعراق الآن. هذا لما يكبر الآن ووصل 17 سنة شنو الفكرة اللي يحمل الآن؟ شنو التوجه ممكن اللي يكون بداخله؟ والله الفكرة وانا دا احاكيك من ضمنهم واحد منهم ابني نعم زين مكمل دراسة وقاعد تعيينات ماكو نعم زين يعني عمره 20 سنة يفكر بالهجرة نعم يقول اريد اطلع نعم اريد ابقى بالعراق نعم شنو مصيري انا باقي بالعراق ومعلق الشهادة مالتي وقاعد شنو مصيري؟ نعم لا تعين لا وظيفه دبيتها على الجيش مصاره دبيتها على الشرطه مصاره. يعني هم يريدون يخلون الوظائف الى طائفه معينه. طيب انا اشكرك يا سيد ابو طه من بغداد وضحت الفكره. معنا السيد ابو مالك من امريكا، تفضل يا ابو مالك. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. حياتي لك ولكل كادر القناه. الله يسلمك، حياك. أستاذ محمد بالنسبة لدور التربية أنت خير العاشين. نعم. التربية وزارة التعليم العالي ووزارة التربية هاي مسيطرة عليها من قبل الأحزاب والميليشيات والتعيينات محصورة ما بين الأحزاب. يعني أنا أعرف أشخاص كانوا في كربلاء صدقني منهم واحد احترم الشغل هو مو عيب ما احتراماتي للمهنة. نعم. كان يطلب قنادر. نعم. وغافية. اجي القي برتبه نقيب بالجيش يعني ضربوا الكليه العسكريه عرض الحائط ضربوا الاكاديميه العسكريه عرض الحائط وجابوه من الشارع انه طور توخلو. فاليوم العراق يعني استاذ محمد ما بي قوانين ولا بي مؤسسات حصينه وتضمن الخريج وتضمن صاحب الشهاده. سيد ابو مالك يعني سيد أبو مالك أحد الأساتذة الجامعيين في العراق يقول بأن الأحزاب تضغط على رؤساء الجامعات للسيطرة على إدارة الجامعات. ليش تسعى الأحزاب بالعراق إلى الضغط للسيطرة على الجامعات العراقية؟ حتى يكون مسيطرين على الجامعات. هذا إذا أريد أنا أو أنت نفسر الموضوع يردون يزيدون الجهل بالعراق. ما يريدون العراق يتقدم، ما يريدون كوادر علمية. هذا هو السبب. يعني العراق أنت لو تريد تنظر له يعني هسه احنا نرجع فد خطوة للوراء المظاهرات. نعم. الخريجين طالعين مظاهرة يطالبون بتعيينهم. نعم. العاطلين عن العمل طالعين مظاهرات يطالبون بتعيينهم. الطلاب طالعين مظاهرات يرسون الامتحانات شلون يقدروا يتخلصون منها عن معدل وغير ذلك. يعني الشعب العراقي ما متوحد بمظاهره واحده هو للخلاص من هذا النظام الفاسد. كل واحد دي يبكي على ليلى، كل واحد يدور على مصلحته. طيب. الشعب العراقي استاذ محمد ما متوحد. المفروض الشعب العراقي يخلي ايد بيد بغض النظر عن الوظيفه، بغض النظر عن الراتب، بغض النظر عن كل شيء. اول خطوه يجب ان يخلصون من هذا النظام الفاسد. وقت ما تكون اكو مؤسسات حصينه مؤسسات ذات قانون
بجنس المواطن هو يجي حق اللي عنده. نعم. فلذلك حتى المظاهرات فيها ما متوحدة. هذا هو الغلط. وأنا أوجه رسالتي من خلال برنامجكم لكل إخواننا العراقيين أن تكون المظاهرات وحدة هو ضد هذا النظام الفاسد. أنا أشكرك يا سيد أبو مالك من أمريكا، وضحت الفكرة. سيد حيدر من العمارة، تفضل يا حيدر. أستاذ محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أنا عندي مشكلة. تفضل يا حيدر. أفتح فيها بصوت عالي. تفضل. بصوت عالي المراجع الدين بهدلونا. حيدر صوتك مو واضح، ممكن تغير مكانك شوية؟ طيب صار استاذ العزيز. تفضل. مراجع الدين بهدلونا. بهذلونه؟ عدين من سيد عبد الثاني، سيد مختدى، عقبه ميش. سيد حيدر صوتك ما واضح ومو مفهوم. عاود الاتصال بينا مره ثانيه، شكرا جزيلا. علاء من النجف، تفضل يا علاء. السلام عليكم استاذ محمد، شلونكم؟ وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله يا علاء. حياكم الله. طبعا نشكر قناة الرافدين على تناول هذه المواضيع المهمة بالنسبة للشارع العراقي وإيجاد الطرق المناسبة لمعالجتها، وخاصة المشاكل الاستراتيجية مثل مشاكل التعليم، مشاكل الصحة وغيرها من المشاكل. نعم. وإحنا من المتابعين طبعا هذه البرامج ونشكركم جدا. نتشرف بك يا علاء. طبعا بداية أشكرك جدا. بداية هناك العديد من الأسباب والمشاكل التي أدت إلى التعليم إلى هذه الدرجة، وحتى خرج عن دائرة التقييم العالمي مثل ما تقول المنظمات العالمية. نعم. والإحصائيات الأخيرة طبعا أستاذ، أكو أسباب متعمدة وأكو أسباب غير متعمدة، أكو أسباب سياسية، أكو أسباب اقتصادية إلى آخره، حتى الاجتماعية. يعني حتى المجتمع اليوم ساهم فشل التعليم ووصوله إلى هذه المرحلة. أهم الأسباب طبعاً استثمار التعليم اقتصادياً من خلال المدارس الأهلية والكليات والجامعات. هذا يا عزيزي جعل من المستثمر السياسي هو أساساً. يعني اليوم أغلب المدارس الأهلية والجامعات إذا ما بحثنا عن أصولها نجدها هي عبارة عن واجهات اقتصادية لأحزاب وتيارات متنفذة وميليشيات مسلحة تمول من خلال أنفسهم. يعني هذا احنا عندنا من عرفه، عندنا بالنجف وفي ديوانيه وكربلاء جاي يتابعون، ونعرف هذا الشيء وما مخفي عن احد، يعني ما نحكي شيء اسر احنا. اما بالنسبه للاهداف السياسيه طبعا تعرف الفساد المستشري في وزاره التربيه منذ 2003 ولحد الان، والمحاصصه المقيته التي جعلت هذه الوزاره يوم ان تكون من حصه الحزب الفلاني، يوم ان تكون من حصه الحزب الفلاني، والحزب ياخذها يعرضها استثمار او يعرضها كمقاولات الى الشركات. ما الاثار السلبيه على تدهور مستوى التعليم في العراق الان؟ هذا اليوم اللي جاي نحصده، فشل التعليم سبب لنا بمجتمع فاقد الهويه، فاقد للروح الاجتماعيه، فاقد لحب الحياه. كل شيء اليوم عندنا هو يعتمد على الجهل. تجهيل المجتمع، التجهيل الممنهج الذي مورس على المجتمع من خلال اول فشل التعليم، ثانيا استثمار الدين والى اخره من الاسباب. لكن احنا اليوم نحكي عن التعليم. نعم، كان اسقاط التعليم جزء من خطه لتشييد المجتمع وشاله ووصول البلد الى هذا المستوى للاسف الشديد. نعم. أنا أشكرك يا سيد علاء من النجف، وضحت الفكرة. معنا السيد حيدر من العمارة مرة ثانية، تفضل يا حيدر. أشرف بك أستاذ محمد، حياك الله. أشرف بك. المراجع الدين عندهم ميليشيات. نعم. هاي الميليشيات مسيطرة على الجامعات، على المعاهد، على المدارس. نعم. ليش برأيك يا حيدر، ليش برأيك مسيطرة الميليشيات على الجامعات والمدارس والمعاهد؟ دولة ضعيفة. أنا أريد دولة سيادتها قوية. تمام. أنا بس سيادة قوية. الدولة ضعيفة، لكن أنا أريد أعرف منك شنو السبب اللي يخلي الميليشيات تسيطر على الجامعات والمعاهد والمدارس؟ حبيب الغالي، لأن حبيب الغالي لأن هسه
المرجعية، والمرجعية كلها شعبية على إيران. طيب. نعم، حتى على شعبنا كله بيد إيران، يردون يجيبون لغة فارسية من إيران. نعم. يردون يجيبون لغة فارسية من إيران، لا يطبقونها في المحافظات الجنوبية، على مارد لغة. نعم. نعم احنا مارد لغة فارسية، احنا لغة عربية وعراقية، شنو يجيبون لغة فارسية؟ نعم. نعم يا حيدر، وضحت الفكرة، أنا أشكرك. بصوت عام. وضحت الفكرة يا حيدر، شكرا جزيلا من العمارة. طبعا مشاهدينا الكرام، كما استمعتم هناك آراء حول الأسباب التي تقود إلى تدني مستوى التعليم في العراق. أجمع الآن المتصلون على أن هناك استهداف مباشر ممنهج من قبل من يحكمون العراق منذ 2003 بإرادة إيرانية كذلك تطبق في العراق لتدمير التعليم في العراق، لإخراج أجيال من الأميين، من ضعاف الثقافة والوعي، ليقادوا بشكل بسيط وبشكل سريع من قبل رجال دين، من قبل أحزاب سياسية، من قبل زعماء ميليشيات، يقادوا ويدخلوا إلى ساحات الصراع المسلح، أو ربما ليدخلوا ضمن ميليشيات، يكونوا أفراد مهددين لهذا البلد، مهددين للسلم الأهلي، مهددين للأمن في العراق بشكل عام. انخرط حقيقة بعض من الشباب العراقي نتيجة ابتعاده عن التعليم، نتيجة غياب الثقافة، نتيجة غياب الوعي المجتمعي والوعي العلمي أيضا في كمستوى تعليمي، قاد كثير من الشباب في العراق إلى سلك طرق العصابات، طرق الجريمة، الطرق الخاطئة، إن كانت متعلقة بمخدرات أو غيرها. وكما يقول السيد علاء من النجف، تجهيل ممنهج مورسة على المجتمع العراقي. السيد حسين من بغداد، تفضل يا حسين. عيوني بس حسين. الو. تفضل يا حسين. عيوني ممكن حسين صوتك صوتك مو واضح يا حسين. الو اسمعك تفضل. السيطرات هاي الحذر والله يوميا يا سيطرة سيطرات تليفونية. طيب ايه تواصل مال بغداد نشتغل ما يخلون. نعم ايه ممكن ذكة الله. طيب شكرا يا حسين. في رسالة واردة من السيد مبروك من الإمارات، يقول تحياتي لك أستاذ محمد ولكادر الرافدين. القتل والاغتيالات أصبحت هاجز العراقيين من مظاهرات تشرين، نشطاء أطباء وغيرهم كثيرين، هشام الهاشمي وغيره بالكواتم وغيرها من أسلحة. هذا هو نهج الميليشيات التابعة لجارة السوء، يومهم قريب، الثورة مستمرة عليهم لقلعهم من جذورهم، الرحمة لشهداء تشرين وآخرهم رهام يعقوب وغيرها، والخزي والعار للأنذال، والعراق هو عربي حر شامخ. تحياتي للرافدين، صوت الوطنية الثائرة. السيد مبروك من الإمارات، شكرا جزيلا لك. طبعا ذكر السيد أبو طه من بغداد أن من يحكمون العراق أدخلوا الشاب العراقي بدوامة من الأزمات والصراعات، أشغلته وأبعدته بشكل يبدو متعمدا عن واقع التعليم أو طريق التعليم في العراق بشكل عام. سيطرة الأحزاب والميليشيات على الجامعات وعلى المعاهد وعلى المدارس هو أيضا كان له دور في هبوط مستوى التعليم في العراق، طبعا بسبب وجود نظام المحسوبية والوساطات والعلاقات، وضع كثير من ربما أساتذة جامعيين، ربما رؤساء جامعات في أماكن غير مخصصة لهم ولا يستحقونها، وبالتالي أديرت الملفات التعليمية في الجامعات العراقية بشكل خاطئ وسيء، أوصلته الآن إلى هذه المراحل المتدنية من المستويات على مستوى العالم طبعا نتحدث. والآن نرى الجامعات العراقية تخرج
من تصنيف 1000 جامعة على مستوى العالم. إذن إلى أي مستوى سيء أوصل من يحكمون العراق التعليم في العراق؟ ربما قد ذكرت هذا الموضوع أكثر من مرة، لكن أعيد تكراره مرة أخرى لأهميته ولأني كنت شاهدا على هذا الموضوع. في أحد المطارات في تركيا كان هناك أحد العراقيين يسعى لمعرفة تذكرة طائرته، أين البوابة المخصصة لطائرته. فحقيقة سمعني أنا وأحد الأصدقاء أتحدث باللهجة العراقية فعلم أني عراقي، فطلب مني أن يعني أخبره عن المكان المخصص لبوابته أو لهذه التذكرة، أين هي البوابة. عندها وجدت أن طائرته بعد 5 ساعات من الآن. عموما بشكل مختصر اتضح أنه لا يجيد القراءة ولا الكتابة، شخص أمي حقيقة. هو اعترف بذلك طبعا، هو قال لي هذا الكلام، قال لي أنا لا أجيد القراءة أو الكتابة. إلى أين أنت ذاهب؟ سألته، فقال لي أنا ذاهب إلى مدينة غازي عنتاب التركية للذهاب إلى القنصلية العراقية هناك. عندها حقيقة يعني استغربت من ذهابه إلى هذه المنطقة وهناك قنصلية في مدينة اسطنبول، فقلت له لماذا تسعى إلى الذهاب إلى القنصلية هناك؟ قال لأني موفد من الدولة العراقية للعمل في القنصلية العراقية في مدينة غازي عنتاب. طيب، شخص أمي جاهل لا يجيد القراءة أو الكتابة، ما الذي يفعله في مدينة غازي عنتاب أو ما الذي يفعله في القنصلية؟ ما طبيعة العمل التي يقوم بها شخص أمي لا يجيد القراءة أو الكتابة مبتعث من الدولة العراقية للعمل خارج العراق؟ هل هذه صدفة أم أنها بناء على العلاقات والوساطات التي موجودة الآن في العراق والتي أساءت لكل القطاعات بشكل عام؟ من معنا الآن؟ السيد أبو حسن من بغداد، تفضل يا أبو حسن. السلام عليكم أخوي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. يحفظك الرحمن يا رب. أخي محمد، دولة حكومة جهل، يعني نعم. الأمريكان مو أغبياء بس هم جابوا لنا الشرازم دولة، هم جهلة نعم. يعني اللي يعرفون يبنون طابوقة. فشوف أول ما جوي بدولك بالحدائق يسوون حدائق، هاي واحدة. اثنين، شفنا التطور مالهم، قاعد يبنون مدارس مالطين نعم. يعني شوف التخلف لوين وصل، يعني دول ما يعرفون يعني العلم ولا لهم صلة بالعلم. يعني الرجل أبو الموصل حكي والله كلش حلو، يعني عجبني الصراحة نعم. يعني الدول العربية بأرقام يعني متقدمة بشكل احنا العراق رجعنا الأسفل القائمة. ليش؟ لأن دول جهلة، يعني ما يعرفون معنى العلم، ما يعرفون تطور، عايشين بالحانات أو بالشوارع أو بالحدائق نايمين، فدول ما يعرفون يقودون دول. يا أخي محمد يعني هسه الطالب، يعني الحمد لله وشكر شفناهم ما شاء الله غير تطور الطالب يمشي في الطين والدراسة، يعني والله العظيم مقام المعلمين ما يفهمون الطالب. نعم. يقول له اقرأ وبعدين اعطيني المعلومة ماتك، يعني هذا المدرس. فدولة تخلف أخي، دولة تخلف، ما يبنون بلد ولا عمرهم يبنون بلد. يعني هسه أنا ذاك اليوم والله العظيم يا أخي محمد رحت المدرسة مع أحفادي، قالوا تبرعات، واحد أعطاهم 1000 واحد أعطاهم 5000، أنا أعطيتهم 100، يعني الله رزقني فترة وأعطيتهم 100. والله تقبلوا، يعني مدارس يعني يتبرعون الناس، لو جيب لي رسم، لو جيب لي قلم من هذا مال صبورة. يعني تخلف أخي، تخلف. وين الفلوس اللي مفترض أنها تصرف على قطاع التعليم في العراق؟ وين المختبرات؟ وين المدارس؟ وين الجامعات؟ ليش الموضوع كله الآن نرى بأنه مدارس طينية بالعراق بالآلاف، آلاف المدارس الطينية، أكثر من 1000 مدرسة طينية في العراق الآن. بالنسبة للجامعات مستوى متدني، اعتماد الآن أو استغلال للجامعات الأهلية واستثمارات كبيرة في المدارس والجامعات الأهلية وإهمال للجامعات الحكومية. وبالنهاية الجامعتين ما تطلع طلبة عليهم العين إلا ما ندر. يعني أخي محمد، الجامعات الأهلية لازمتها أحزاب. لو صدق إنسان بسيط يعني يسوي جامعة وعنده إمكانية يسوي جامعة ويسوي فصول، هاي كلها أحزاب أخي. والله العظيم أنا شفت يعني أتباع الخنازير، أبناء القردة والخنازير، يعني مسوين فد يعني بيوت قصور كبيرة ومسويها مدرسة، وآخر شيء طلع ما معترف فيها. يعني هاي الطامة الكبرى اللي الآباء يدفعون فلوس في سبيل، يعني هم قبل بالنظام السابق يعني كان العدة الطالب يدرس، يطول الخارج بعد خارجية يروح يدرس،
صدقني يا اخي محمد راح اقول لك على شغله وانا قايلها سابق بس يجوز ما قايل لك اياك. اقسم بربي يعني هذا عندي صديقي مهندس. نعم. رحت الجمعه بسوق هرج اقسم بيبيع حاجه بربع. حاجه بربع بيبيع مهندس دارس. يعني دارس واصل مرحله بالدراسه وهندسه. نعم. هندسه يا امة محمد هندسه. يعني تعرف الهندسه صعبه مثل الطب. يعني هاي اشياء يعني فوق الخيال للانسان العادي. يدرسوا تعبان وهذا اللي شايف الملازم اللي يشتروها ويجيبون هسه بالوقت الحالي، بس قبل كان كل شيء مفرد دوله مراسل. طيب احنا نقول يا ابو حسن، وهذا الموضوع دائما نعيده ونكرره، ما سبق النظام السابق او ما سبق قيل عنه من قبل من يحكمون العراق بعد 2003 بانه نظام دكتاتوري قمعي، طيب ماشي اوكي متفقين. ايش قدمتوا انتم للعراق؟ ايش قدمتوا للطالب العراقي؟ ايش قدمتوا للمبتعث العراقي؟ هل وفرتوا بعثات علمية لتطوير الطالب العراقي لتنميته لتوليد نوع من الاحتكاك مع العالم الآخر، العالم المتطور، الدول المتقدمة؟ واستثمرتوا هاي الخبرات والإمكانيات عندكم بالعراق للبناء، للتطوير، للتعمير؟ هذا كله وين موجود الآن؟ ليش ما نشوفه بالعراق؟ أخي محمد أنا سبق قلت يعني ترى النظام السابق أنا خلي يحشون جن يحشون نظام السابق ودكتاتور. ابو حسن ابو حسن احنا نتجاوز هاي النقطه احنا نتجاوز لا لا ارجوك انت تحملني انت تحملني ابو حسن موضوعنا ليس موضوع هذا ليس هذا النقاش ارجوك تفضل نعم صعب تفضل يعني كان قبل مختبرات ودراسات ودول يا اخي الاموال اللي اخذوها يعني ناهيك عن التربيه والله يا اخي يعني سنوات نسمع اشياء او يحشوها انا يعني اسمع ناس هواي صرفوا على وزاره التربيه كذا مليون كذا مليار كذا زين وين الاشياء اللي هم يعني يسووها للطالب اشوف ما شاء الله الدفاتر يشتري من عند الطالب يشتري من جيبه يعني بناتي انا بدي اشتري من المتنبي اشتري دفاتر وحتى والله العظيم كتب يا محمد يا امة محمد انا اشكرك الله اخي مو مال الدوله اشكرك يا ابو حسن من بغداد وضحت الفكره معنا السيد ابو نمر من اربيل تفضل يا ابو نمر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله قالي نحن نتفق جميعا أن الدماء والأقزام والفاسدين والمجرمين نعم الخضراء هم من جلبوا الخراب والدمار للعراق والعراقيين شعب واحد نعم لماذا الشعب العراقي يقبل بكل هذا الظلم وعنظم أصبح الشعب العراقي ضعيف وعاجز إلى هذه الدرجة نحن يقوم بثورة وانتفاضة يشتت كل هؤلاء الأقزام الفاسدين الذين تكالبوا علينا وأتوا من البارات وحانات الدول الأوروبية ومن الأزقة الخلفية القذرة إنهم من الصفاء أن يحكموا قبضتهم على العراق والعراقيين المستخدمين تسد ها نحن الآن سنة وشيعة وكراد والقادم أسوأ بكثير نعم سيد أبو نمر برأيك يا سيد أبو نمر إذا تسمعني شنو قدنا اتصال طب نسأل هذا السؤال أيضا لمن يشارك الآن ما هي سبل علاج أزمة انهيار التعليم في العراق الآن مشاهدينا الكرام كيف يمكن أن تعالج هذه المشكلة هذه الكارثة حقيقة هي أكبر من أن تكون أو توصف بمشكلة هذه كارثة لأنها ترتبط بوضع البلد ترتبط بقيمة البلد بما يقدمه البلد للعالم وما يقدمه كذلك لنفسه طبعا الاعتماد الأول والأخير يكون على فئة المتعلمين فئة الخريجين الذين هم عماد المجتمع عماد البلد وهم الذين يقومون على إعمارها على النهوض بها فإذا كانت هذه الفئات المجتمعية هي فئات ضعيفة علميا على المستوى العلمي على المستوى الثقافي فكيف يمكن أن تعالج هذه الكارثة بالنسبة للقطاع العلمي في العراق السيدة أم أحمد من بغداد تفضلي يا أم أحمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وحيا قناة الرافدين الوطنية الأصيلة أهلا وسهلا تفضل آخر مهم بهذا الجانب المناهج الدراسية بكل المراحل الدراسية الموجودة بالعراق المناهج تفتقر للدقة العلمية والرصانة حتى أنه كانت أكو مدارس ومتوفرة بيئة تعليمية لكن المناهج ركيكة جدا المعلومات مكتورة معلومات هامشية والدليل انه نشوف هاي الاجيال اللي تطلع معلوماتها بسيطة جدا نعم
تفتقر المناهج الى الرصانه العلميه، وهذا اللي يجيب على سؤال حضرتك هسه الاخير اللي طرحته. اي راح يخرج عندي نشا او جين معلومات هشه. الحل يا ام احمد برايك شنو الحل للنهوض بواقع التعليم في العراق لانهاء المشاكل التي تستهدف او الجهات التي تستهدف القطاع التعليمي في العراق؟ الحل هو يا استاذ محمد احنا نعرض ثوره كامله على كل جوانب وعلى كل الوزارات وعلى كل الضرر اللي بالعراق. تربيه، الصحه، الزراعه، الصناعه، العراق تقريبا اتدمر. يجب ان يثور شعبه واهله من اجل انقاذه حتى ننقذ ابنائنا وننقذ وطننا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله، شكرا جزيلا سيده ام احمد من بغداد. اذا مشاهدينا الكرام، يجمع الان المتصلون العراقيون على ان واقع التعليم هو واقع منهار مستهدف من قبل من يحكمون العراق منذ 2003 الى اليوم. هم الذين ادخلوا العراق في هذه الدوامه من الصراعات، ادخلوا بشكل ادق الطالب العراقي او الشاب العراقي في دوامه الصراعات، دوامه الفقر، دوامه البطاله، دوامه فرص العمل الضعيفه، نظام المحسوبية والوساطات الذي سيطر على كل شيء في العراق الآن، ولا يستطيع الخريج العراقي أن يحصل على فرصته في بلده. أدخلوه في هذه الأزمات ليبعدوه عن التعليم، ليبعدوه عن الثقافة، عن الوعي. والآن نرى هناك أجيال تخرج في العراق فاقدة للأهلية، بعيدة عن مستوى التعليم، بعيدة عن الثقافة، عن الوعي. يراد لها أن تظل كذلك لكي تقاد بسهولة من قبل هذه الأحزاب والميليشيات. قبل الختام مشاهدينا الكرام، ننوه أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727 أفقي كما ظهر على الشاشة أمام حضراتكم. يرجى من حضراتكم من الآن ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. وصلنا مشاهدينا الكرام الآن إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.